وصلت لنا تعليمات مشددة من معالي وزير الزراعة السيد القصير بالعمل النهاردة، رغم النهاردة أجازة رسمية يعني، لكن توجهنا لأحد الأسواق التي أزيلت في منشية البكاري على أساس نعمل توازن في المكان وفي السوق ويبقى بديل للأماكن العشوائية الموجودة هناك. نزلنا النهاردة في الحقيقة ومعنا مجموعة من الخضروات والبقوليات بأسعار تعتبر كويسة جدا للمستهلك. فعندنا العدس الأصفر ب15 جنيه والفاصوليا 22 واللوبيا 18 والزيت 14 جنيه لللتر والسمن البلدي 90 جنيه والسكر 8 جنيه والرز 6 جنيه ونص، البطاطس 3 جنيه والبصل 4 جنيه والطماطم 4 جنيه والخيار 5 جنيه والفلفل بأنواعه 10 جنيه والبدنجان ب5 جنيه. الأسعار تعتبر يعني أسعار مدعومة من وزارة الزراعة على أساس أن احنا نساهم في حل الأزمة وتنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس في الأزمة اللي احنا عايشين فيها وبتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة.